السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على رشيد رجراج، وين يوضح حقيقه اعاده المباراه الجزائر والكاميرون وما سيتعرض له الحكم قسامه. احنا الناس هذا يهدر قانونيا، هذا يهدر قانونيا، تصيب الناس يعايروا فيه، يا ودي همشي كيف كيفه، همشي كيف كيف، انت تتبع الفيسبوك، انت تتبع واحد مشي عارف جدها كاع وين جايه، وهذا يهدر لك بالقانون، لازم نحترموا ناس، هذا فايق ماذا به الجزائر تتكاليفا ويخدم على روحه في القنوات ويخدم منا كاع ماذا بينا الجزائر تتكاليفا. كاع اللي يبيع العلامات، اللي يبيع منا، اللي يبيع تريكوات، اللي يخدم في اليوتيوب، اللي يخدم في كيسموها، قول معايا، في الفيسبوك، كاع الناس تخدم على روحها. بصح هذا الامر شكون اللي داره؟ حشاوها لكم، شكون اللي داره؟ داره ذاك الصحابي، ذاك بوشريكا ولا ما كيسموه، بوشبكه هذاك، هذاك هو اللي داره، هذاك قالوا له هاش دير؟ اضربها لكم الدور ومشات لكم ويدخلوكم في العيد الصغير وهي ماشيه. غادي من البانتيا وروح غادي يدوكم المحكمه تاع لاهاي، غادي تروحوا لاهاي، ماشي تروحوا تاع لوزان، غادي من تاع لوزان يدوكم تاع لاهاي تدخلكم ديمون، غادي يقعدوا يمشوا فيكم كيما هكا. هذاك بوشبكه ولا ما كيعيطوا له، هذاك الكذاب، هذاك شاقل، هذاك عبالك بلي عيطوا له منا وناس منا من الاتحاديه راحوا عنده تلبار ما صابوش، يا وهرب يا عيطوا له، قاعد يتهرب، يا سبحان الله. ضرب حنا ضرب واحد يجيب لكم حقائق بلي يا ودي ما تطمعش 100%، خاطر كاين بزاف ناس راهم طامعين 100%، ناس راهم طامعين، ناس كلي شغل، سبحان الله. حنا ماذا بينا؟ ماذا بيا نروحكم دي؟ شكون اللي ما فرحش؟ شكون ما يفرحش لبلاده؟ شكون ما يفرحش لبلاده؟ شكون؟ انا هضر لي، شكون اللي يلعب لك بخمسه؟ كاين امور كاع وحده اخرى، كاين امور خطيره كاع وحده اخرى في المجال الفني، كاين امور خطيره، الناس ساكته، ناس تاع حقائق تاع الصح راهم ساكتين، راهم مخليينكم تهضروا كي بغيتوا، والنهار اللي غادي تشوفوا غادي تكون صدمه كبيره. الناس تالمو دايرين بعكيك. لو 12 مارس 2021 في مارس ما نجموش يريفيزو القرار تاع القجع تاع الاتحاد الافريقي، ما نجموش يريفيزوها سي محمد، ما نجموش يريفيزوه. انت كاين شبكه معاهم، حتى هذا المدرب هذا تلعب بخمسه في بلادك، تخوي الميليو تيرا، ما كاش لي وصل للبوله المحرز، وما كاش لي وصل للبوله كيسموه البلايلي، وتجي تقول لي بلي انايا خسرني قسامه، اللي ما كاش منها هذه، اللي ما كاش منها يا جماعه، لازم تولوا للعقل، راكم كاع ذراري، ورجعتوا مكان كاع والو، انا نقولها لكم، قاعدين الناس في اليوتيوب يحشوكم يكلبوا عليكم، اروح عندي حقائق، اروح عندي منا، ارجعنا نعطيك حقيقه، ما كان تاع حاجه، تبعوا مليح، ركزوا مع الناس هذو اللي يقول لكم عندنا حقائق، اروحوا ركزوا معاهم، لا تدي حاجه فايده، ما تديش، ما كاش، مع التاليه يقول لك هما قالوا تما دائما يخلي روحه بارئ، يجيب لك يعطيك الكذب ويكذب وعارف باللي كذبه. الله اي انا بقى حي. انا واحد يقول لك بلي انا يخافوا مني، قال لك يخافوا مني واحد في اليوتيوب سايك هبل يهبلي بشويه، قال لك انا في السلطه يخافوا مني، والشاب الدين عماره يخاف مني، الشاب الدين عماره والله ما يشوف كاع، نعطيك بالتالي، الشاب الدين عماره هذو اللي فيسبوك هذو والله ما يشوفهم كاع، والله ما يسمع بهم كاع، الشاب الدين عماره ما يكمل ولا يكون عنده يدخل ديريكت المؤسسات اللي تابع لها، يكبر سيطلع ويهود الحسابات كاع ما يشوفش فيه كون. أودي والله ما يسمع بيك كاع، والله ما يسمع بيك، ما يسمعش بيكم كاع، مانيش ندافع عليه، بصح الأمور التسيير تاعو ما غاديش يسمع بيك، ما يسمعش بيك هو، ما والو هو، انتوما يبين لكم برك هذا مكان، على ذيك راكم داخلين عليها منامات وكذب وأحلام. أي قال بتلكم صدتوا الشعب مسكين الله غالب، الناس تمشي بالعاطفة تاعها، واحد داير لهم باللي البنت اللي تبركا تزاوج بلا ما، واحد داير لهم من، يا ودي بركاونا من، بركاو احترموا عقول الناس،
كانوا انا والله ما باغيش بنادم شي باغي يا بصح انا نقول لكم ونعاود لكم انا 18 17 18 اودي ولا عطيتك الى فيها ولا مشي ولا نقول لك روح ديك القناه تاعك ديرها ابو ديرها تاع ام والد ولا ديرها انا نقول لك ولا نقول لك عاود تبع ارتيتا محرز في غولي تبع يا غولي تنساها ولي تروح لك ثاني خاطر كاين لي ناس يبغوه كاين لي ناس يتبعوا فيه يتبعوه لا ارتيتا ويتبعوا ما يتبعوكش حتى حاجه واحده اخرى تاع ارتيتا اضحك ارتيتا ما ضحكش كاين تاع بوكلاب بانيك كاع كاين واحد الناس با تعرفوا القيمه تاعكم كي دايره با تعرفوا قيمتكم كي دايره مع الشعب كاع اللي تكذبوا عليهم كذب في كذب هذاك مشريك هذاك الكذاب هذاك دخل لنا الحبس هذا كان يكذب هذا كان يظل يكذب هذا كان يظل يكذب على الغاشي انا بوتبليقه الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه ويوسع عليه هذاك اللي قال بوتبليقه دار يدير رياس في فرنسا وهذاك اللي قال هذاك اللي ولا يبكي قدام السبيطار في لاسويس ها بوتبليقه خرج ها بوتبليقه من الله يرحمه ها بوتبليقه من ها بوتبليقه خاطر بوتبليقه نحترمه رئيس اللي نحترمه رئيس اللي كان عارف كاع شنو غادي يصرى رئيس اللي تشف كاع العصابه وابناء الخونه من 1830 كشفهم لكم خرجهم لكم فوق التراب كانوا تحت خرجهم لكم كاع باش تعرفوهم كاع بالواحد هذه هي هذا هو بوتبليقه على هذيك نقول لكم باللي هذا انسان كذاب انسان كان مع العصابه محدد ومع السعيد وكلش كان يظل يكذب عليكم واليوم راه زاد كذب كذبه ما غاديش ما بغاش تحبس راه جايكم حتى لوزان ومن لوزان يديكم الله هاي ومن الله هاي تبقاو على خير كي تدخل نوفمبر تبقاو على خير اسمعوا انا درك هذا رجرات انا نتبعه يعرف القوانين هو يزيد واهب هذو الناس تكتو كرهو خاطش يقول لك انا نهضر بعد يجي واحد انا نمشي يخلط في البيتزا يجي يعني مش انا طايحين على الناس اللي يخدموا بيتزا ولا يخدموا بصح بنادم يغسل الدراري تاع الكلب يجي يعاير فيه واحد مشي عار واحد يهدر ويدفل مشي عار جده كاع وين جايه المهم صاب الناس تبع فيك ما صح انا نروح نقول لكم نروح نقول لكم نروح نقول لكم واحد من الله ما على بالهم كاع غادي يجي يبدا يناقر في واحد اللي يعرف القوانين انا كيما الاخر ما مضمونش انا مباراة رايحة وعاد لان ال بصيش بالامل من ناحية القانون لا بابا مش من ناحية القانونية انت هذا الاعلامي الناس هذا الاعلامي بغى يدخل هذا رجراج في الشعبوية وهذا الاعلامي نحترمه خاطش عنده ولده مسكين مريض مرض مزمن ربي شافيه يعني يجري عليه يطيح وينوض اعلام الله غالب هذا اعلامي وين ما ينجبش كو يهدر الحقيقة فإن الناس تولي تعاير فيه مسكين على هذيك انا الله يسامحه بصح سيلا هذا رجراج ما غاديش يجيك بالشعبوية ما غاديش يهدر لك الشعبوية يهدر لك قوانين وإلا تعوق الماتش بصحتك من ناحيه الملف اللي قدموا الاتحاد الجزائري لكره القدم حنا ماناش عارفين واش قدم الاتحاد الجزائري لكره القدم في في في, في هذا الملف في هذه الشكوى ولكن كما قال الاخ عادل ان رئيس الاتحاد شخصيا هو اللي قال باللي ما عندهمش ملف ثقيل ولا عندهم يعني ادله اللي قدرت تمكننا من اعاده اللقاء لهذا يعني نقول لك احنا نتبعوا واش ديكلاراسيون تاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم رئيس الاتحاد من هنا نستنتج اننا ما عندناش يعني ملف ثقيل وقوي اللي يمكننا ربما باعاده اللقاء الله اخطاء تحكيميه يا رشيد ولكن اخطاء تحكيميه فادحه يا رشيد الحكم هذا ذبحنا الحكم هذا جاء في مهمه الحكم عدم تاهل المنتخب الوطني للحكم بصح علاه انت يا صح على ما تهدرش على التاكتيك دو جو الحاكم ذبحنا على ما تهدرش على التاكتيك دو جو هاي الحاكم الكوعين وبا يذبحنا ومن فماك في السما تعطوه با يصفرها كوفر وفي السما يقول لك كوفر واحد دمر واحد يا ودي بركاونا احنا في 15 سكوند الناس بريمير ميترو داخله خايفه من الكاميرون 15 سكوند لا تركيز لا والو بالعياده راه اخر بن عمري هذا هو المستوى تاع اللاعب محلي ومدرب حال هذه هي احنا كيما شفت انت الماتش شفتو انايا وشافوك الجزائريين ذبحنا الحاكم انا قلت لك هم يقولوا لك الحاكم انت كخبير ما تقدرش تلقاو كاش ثغره قانونيه لا لازم شوف
لانه اخطاء كاينه، التسجيل كاين، المباراه مسجله، العالم كاش هذه المباراه رشيد. انا نعاود لك، اعطيني كاش تغرى من ناحيه قانونيه رشيد. لازم تكون لا كوريبسيون. صحيت؟ لازم تكون لا كوريبسيون. اما هذوك امور واحد اخرين لي في جو، سكون ابل لي في جو، شي اللي صرا في 93 دقيقه بامكان الفيفا انها تعاقب الحاكم. تعاقب الحاكم. تعاقب الحاكم ولكن مش حتى اعاده اللقاء ولا نرجعوا اللقاء مباشره. ممكن تعاقب الحاكم على المردود تاعو. كيفاش؟ يجيك واحد واحد يجيك معوج يجيك ما سيهدر، اش غادي تهدر ولد عمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين ثلاثة اللي شفتهم هضروا على الجانب الفني هذا، كاين بالشيخ، كاين هذاك ياحي، وكاين رفيق واحد، وأنا نهار الأول قلت لكم هذا ماشي مدرب كاع، ومازال طامع باغي يقعد يقارع باش يحزروه، يقارع يقارع يقارع، خاطش علاه 6 مليار تاعو شكون اللي يعطيها له؟ شكون اللي غادي يعطيهم كاس اللي غادي يعطيها له؟ وما يسيبش ناس كيما هكا يعبدوه.